صباح النور. إذا اليوم بش نحكيه على تنويع وتبديل التمارين الرياضية يساعد أكثر في حرق الدهون أو لا؟ المداورة إذا بدك أمين خصيصا أكثر مش التبديل. المداورة نحن منعني فيها اليوم رح نفرجيكم كارول إليانا كيف رح نكون عم نعمل نشغل زيت العضلة بس عم نكون عم كل حركة رح تكون تختلف عن التانية وبالتالي مش إنه نحن بيكون التركيز على العضلة لحالة بالعكس رح يكون التركيز على كل عضلات الجسم. هذا الشيء بيتميز عن غير التمارين إنه بس نكون عم نقوم بهيد التمارين ما لازم نوقف يعني بس كارول تبلش بحركة بعمل أنا غير حركة إليانا بتعمل غير حركة بس نخلص الحركة أو الثمان مرات نبدل يعني هي بتجي محلي أنا بروح محل إليان محل إليانا بس كرمال نربح وقت رح نجرب نفرجيكم نحن الأنصابل تبعو للتمارين أو مجموعة التمارين أو تشكيلة التمارين كل وحدة أنتوا تقدروا بالنادي الرياضي أو بالمنزل تمارسوها بدنا نربح الوقت ونكتشفه ولا عندك سؤال؟ بهمني أسألك هيدا التعدد بالتمارين بممارسة هذه التمارين الرياضية إلى أي مدى يساعد بعملية الأيض وتنشيطها؟ أكيد بمجرد أنه نحن عم نحرك الدورة الدموية أكثر وبطريقة أسرع هذا الشيء بالتالي بيؤدي إلى زيادة دقات القلب بس نزيد دقات القلب أول شيء أكيد مع الدورة الدموية بس تكون ماشية منتظمة وتكون مزبوط سريعة هذا الشيء بيعلي الأيض عند خاصة عند النساء لأنه في عمر معين بيصير مثل ما بتعرفوا أنه بيخف أو بيزيد هذا كل العوامل. نعم إذا تفضلي. شكرا. صباح النور مشاهدينا. أول تمرين رح نقوم فيه هو تمرين لعضلة الكتف بس رح تشوفوا كارول رح تكون لقطة الباربل عم تقوم بحركة معينة أنا رح كون لقطة الوزن الدمبلز عم تقوم بحركة معينة إليانا صحيح إخدى وضعية اللي بتقوي الكور بس هي رح تكون عم تشغل عضلات الكتف كيف رح نفرجيكم هلأ منبلش بيه أول مرة اثنين ثلاثة أربعة خمسة آخر مرتين مثل ما لاحظتوا عم قوم بالحركة بطريقة سريعة كلنا عم نقوم بالحركة بطريقة سريعة وآخر مرة من هون مشاهدينا انتو اذا كنتوا ضمن مجموعة بتضلكم عم تمارسوا زيت التمارين بس بتبدلوا بين بعض نحن رح نفرجيكم غير تمارين كرمال نربح وقت وتستفيدوا منهم أكثر. تاني مجموعة تمارين رح نكون عم نشغل عضلات الأرداف من هون أنا رح كون عم قوم بالسومو سكوات أي بزاوية 45 درجة من هون كون عم شغل عضلات الأرجل الرباعية أو ما يعرف بالكوادريسابس الأرداف والعضلات الداخلية للأرجل إليانا رح تكون عم بتقوم عادي بالعضلات الرباعية مع الأرداف فقط وكارول ذات الشيء لأنه بعضلة الأرداف عنا ثلاث عضلات تكون عم تشغلهم كلهم. نعمل مرة اثنين نسحب أكيد الحوض لورا أنا وإليانا خمسة أكيد كارول الأرجل تبعها بيكونوا قراب من الأرداف تما يصير الضغط على عضلات الظهر ستة سبعة واثنين من هون نرجع منغير تنقوم بعضلات الصدر رح تكون إليانا عم تقوم بالبوش أب تبع البنات أي الأرجل تبعها رح يكونوا مشبوكين ببعض رح تكون عم تصعبها شوي إنها عم تحط إيديها على الباربل هذا الشيء بيزيد من قوية الحركة إليانا رح تكون عم تشغل كارول عفوا رح تكون عم تشغل على الضيق وعلى الواسع عضلات الصدر وأنا رح كون عم بعمل كمان حركة في البوش أب تكون عم شغل عضلات الصدر اكيد بزيد الوقت عم نشغل ايدينا يلا مريان قد ايه هو موتيفيشن او حافز انه نشتغل ضمن مجموعه اكيد على طول نتمرن لوحدنا مسلية اكثر اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هلا منبدل لعضلات الكور مع انه توني اذا بتسالني لإلي شخصيا فضل لوحدي مش لوحدي اذا كنت بدي اركز مزبوط على التمارين كون بدي اعمل اذا انا حاطه هدف بدي اوصل له بطريقه اسرع حط الموسيقى تبعي وبشتغل بالنادي الرياضي اذا الموسيقى معك يعني مش لوحدي صح 100% هذا اللي بدي اقول لك اياه هو اكيد هي حماسيه واحلى محفزه اكثر اذا كنا ضمن مجموعه لا. خاصه اذا كنا اصحاب بتصير احلى واحلى طبعا التمرين الثالث مشاهدينا رح نكون عم نشغل عضلات البلانك اللي هن عضلات المعدة واللور باك أو عضلات الظهر السفلية من هون
عم نكون عم نفرجيكم الحركات متنوعة. أكيد برجع بذكركم مشاهدينا أنتوا بالمنزل أو بالنادي الرياضي عطول عملوا نقلوا، يعني بس نخلص ثلاثتون نرتاح. من هون مشاهدينا عطول بالبلانك، الكوع بده يكون تحت الكتف، الجسم بده يكون aligned أو متساوي كله مع بعضه. من هون بس أطلع على الحوض تبعي بده يكون لفوق. أب أب. بسيطة الحركات. بسيطة. أوكي كارول رح تكوني عم تطلع على إيديك. So this one. رح أعمله أنا مشاهدينا. أب. أوكي. أنت سايد وتويست. وعد. ما عليه. هيك عم بتصير على السقعة. عم نتعلم على التمرين من كل صبية. بتصير على السقعة. واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة ستة سبعة وآخر مرة وننزل نرتاح مشاهدينا. هلا رح نقوم بتمارين لعضلات المعدة. كارول عضلات المعدة مشاهدينا رح تكون اليانا عم تستعمل البار، رح تكون نايمة على الأرض، لقطة البار قبضة الإيد على مستوى الكتف، ما بكون موسعة إيدي، ضبطهم على مستوى الكتف، مادة إجري لقدام. من هون بعمل ريفرس كرانشز لقدام وبعلي لفوق بهذا الشكل. انا رح كون هون مشاهدينا. قبل خليني افرجي كارول. كارول رح يكون مع الوزن، رح تطلع لفوق توضع الوزن على اجريها وترجع تطلع تاخذها. قد ايه بيساعد الوزن بشد عضلات المعدة؟ بيساعد هي الحركه بس تقوم بالست اب. توني بحد ذاتها عم تحط ضغط على العضله، بس نكون عم نحط الوزن نحن بنكون عم نساعد العضله تقب بطريقه اسرع وبالتالي احرق الفات او الدهون وطلع محله العضل. حلو. انا رح كون عم زقف مشاهدينا من هون. اثنين ثلاثه اربعه خمسه. كأنه دائما لازم يكون في شيء عم تركزي عليه بس تطلعي، اما الزقفه او الوزن. مضبوط. وثمانيه. من هون مشاهدينا رح نرجع نقوم بحركه اللانجز او عضلات الارجل. رح كون انا لقطه الوزن عم مد اجري بالهواء، رح تكون اليانا عم تعمل لانجز لورا بهيدي الطريقه وكارول رح تكون عم تعملهم بطريقه جانبيه. من هون رح نبلش بأول حركة. أكيد بدون توازن طيب بما إليه. ثلاث مرات بعد مشاهدينا. آخر مرتين وآخر مرة. نحن لهون بنكون خلصنا التمارين الرياضية. يعني المدربة الرياضية مارينا بعين ويعطيك ألف عافية، بدها قدرة عالية ما لا يستهان فيها. يعني لازم نعرف عنك كمان بأنه مريان بعينه اللي حببت أمين بالرياضة. خير إنه عقاب مش رياضة. لا هي منا أساس رياضة منا أساس. دايما بدك تخلقي حوافز. بس ماريانا لاحظنا انه بدها قدرة جسدية عالية، يعني بدها ليونة ومرونة، يعني ليست للمبتدئين صحيح؟ نحن شوي عملناهم شوي للأشخاص شوي المتقدمين بالرياضة. إن شاء الله بالحلقة الجاية بنفرجيكم تمارين هي خصيصا للمبتدئين إن شاء الله. شكرا لك وأيضا للصبايا اللي كانوا معك. مشاهدينا طبعا سنذهب الآن إلى أول فاصل، نعود بعده لمتابعة باقي فقرات صباح النور.